أهلا بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، والبداية بالعناوين. الأهلي يحيي الذكرى السادسة لشهداء بورسعيد. الأهلي يشكر تركي آل شيخ على دعمه للنادي. بعثي تطير إلى السعودية. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. قام مجلس إدارة النادي الأهلي صباح اليوم بإحياء الذكرى السادسة لوفاة 72 من خيرة شباب جماهيره، وقام وفد من مسؤولي النادي ولاعبيه في كل اللعبات الرياضية يتقدمه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لأبناء الأهلي بمقر الجزيرة وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم. وجاءت كلمات مسؤولي الأهلي في البيان الصادر لتعبر عن التقدير الكامل لشباب الأهلي كالتالي: في القلب لن ننساكم، ومن أجلكم نستمر، وتبقى ذكراكم العطر الدافع الأكبر لنا لبذل الجهد والعطاء لتطوير نادينا والحفاظ على مسيرته، ليبقى هذا الصرح العظيم في المكانة التي يستحقها، وأنتم في القلب دائما. أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن تحمل المستشار التركي آل شيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية عن تحمل تكاليف صفقة اللاعب صلاح محسن مهاجم إنبي المنضم للأهلي لمدة 5 سنوات. وقام المجلس في اجتماعه مساء أمس بتوجيه الشكر للمستشار تركي آل شيخ على مساندته ودعمه للنادي عن طريق مساعدته في إعارة العديد من اللاعبين للدوري السعودي، بالإضافة إلى جهوده المستمرة مع المستثمرين العرب لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مدينة الأهلي الرياضية التي تضم استادا عالميا ومستشفى والعديد من المنشآت الأخرى. وفي التقرير التالي نتابع قرارات مجلس إدارة النادي. مجلس الإدارة هي الجلسة رقم 5 أو الاجتماع رقم 5، وأنه الجلسة مستمرة إن شاء الله ستستكمل في وقت لاحق، ربما الأسبوع المقبل، نظرا لأنه في عدد كبير جدا من الموضوعات اللي كانت معروضة على هذه الجلسة أو هذا الاجتماع، وبالتالي المجلس ارتأى أنه يستكمل الاجتماع إن شاء الله في جلسة قادمة، وبالتالي ما عندناش قرارات كتير نقولها لحضراتكم، وإن كان أبرز ما خرج من قرارات، أنتوا عارفين أنه المجلس يسابق الزمن من أجل النهوض بالنادي على كافة المستويات. لو بدأنا مثلا بالجانب الاجتماعي، الحقيقة أنه تم اعتماد لائحة اللجنة الطبية أو اللائحة العامة للجنة الطبية، وحضراتكم عارفين أن الدكتور محمد شوقي يعني هذا الأهلاوي العظيم هو اللي بيرأس هذه اللجنة، وهناك الحقيقة خطة طموح للجنة الطبية اعتمدها مجلس الإدارة تتعلق بالتعاقد مع شركة تأمين طبي من المسجلة في الهيئة العامة للرقابة المالية للتأمين على العاملين والموظفين في النادي، يكون نظام تأمين صحي محترم يليق باسم النادي الأهلي والعاملين به. النادي الأهلي واتساقا مع نهج الدولة المصرية في مصر خالية من فيروس سي، هيقوم بحملة الحقيقة للكشف عن فيروس سي في فروع النادي الثلاثة، سواء الجزيرة أو مدينة نصر أو الشيخ زايد. فيما يتعلق بموضوع التعيينات والاستغناءات، الحقيقة أنه النادي أرجأ فكرة تعيين مدير للمقر ومدير للأمن في الجزيرة
إلى الجلسة القادمة، لكن تم تجديد الثقة الحقيقة في عدد من الكوادر الإدارية المتميزة الموجودة في النادي، زي الأستاذ ياسر الرزاز مدير مجمع حمامات السباحة في النادي، وأيضا تجديد الثقة في الأستاذ أيمن لطفي عبد العزيز مدير الصلاة والملاعب، وكمان الأستاذ حسين سعيد عبد العزيز مدير المنطقة الترفيهية في مدينة نصر. بالنسبة للشيخ زايد أيضا تم تجديد الثقة في اللواء إبراهيم عطلة مدير خدمات الشيخ زايد، والأستاذ محمد أحمد عبد الله مدير مجمع حمامات السباحة بالشيخ زايد. المركز الإعلامي الحقيقة كان الأستاذ جمال جبر الزميل العزيز متقدم بتشكيل للمجلس تم اعتماده طبقا للي صرح به أو التصور اللي قدمه الأستاذ جمال جبر. أيضا تم تشكيل أو اعتماد تشكيل اللجنة العليا للخدمات اللي كنا الحقيقة اتكلمنا عنها في الاجتماع الماضي. اللجنة بتضم الأستاذ محمد يوسف محبوب زي ما حضراتكم عارفين رئيس للجنة، ومعه مقرر الأستاذ محمد سمير، ومجموعة من الأعضاء هم السادة الأساتذة عمرو عطية، ريهام توبار، وليد سليمان، وياسر سعيد، وهاجر مقبول. لجنة المرأة سترأسها الأستاذ عزة زيان، ولجنة الرحلات سيرأسها الأستاذ طارق أحمد إبراهيم. وعلى أن يبقى القيمة الأهلوية والعضو الأهلاوي الكبير نظرا لخبراته الكبيرة الحقيقة الأستاذ يقوت صعوان مشرفا عاما على لجنة الرحلات. الكابتن محمود الخطيب الحقيقة أبلغني بقرار أو بخبر مهم جدا، أعتقد أنه حق جماهير كرة القدم أن هي تعرفه، جمهور النادي الأهلي، أنه ثار كلام كثير جدا حول صفقة صلاح محسن. الحقيقة أنه مجلس الإدارة بعد ما اعتمد هذه الصفقة أنه معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو رئيس شرف النادي الأهلي الذي نحمل له كل ود وتقدير واحترام، وهو أحد يعني داعمي النادي الكبار، قرر أن يتحمل بالكامل صفقة صلاح محسن، وأنه مجلس الإدارة الحقيقة طبعا وافق على هذا الكلام على الفور، وتوجه به خالص الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ. وده مش جديد الحقيقة عليه، حضراتكم عارفين أنه طول الفترة الماضية كان في دعم كبير من معالي المستشار تركي فيما يتعلق باستقدام فريق أتلتيكو مدريد، بالمساعدة في إعارة اللاعبين المصريين إلى الدوري السعودي، الأمر اللي عاد بالفايدة الفنية والمالية على اللاعبين وعلى الأندية زي ما قلنا لحضراتكم. كان في كمان يعني دعم لمنشآت النادي بمبلغ مالي كبير، إضافة إلى أنه بيلعب دور كبير مع المستثمرين من أجل إنشاء مدينة الأهلي الحقيقة الرياضية اللي هي بتعد مشروع القرن. والحقيقة كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة يعني بيثنوا على هذا الموقف وبيثمنوه، وإن شاء الله هيكون في تفاصيل أكتر سيعلنها رئيس مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيب فيما يتعلق بهذا التعاون خلال مؤتمر صحفي قريب جدا سنعلن فيه عن تطوير المنشآت وما يتعلق بالاستاد الجديد. فصفقة صلاح محسن سيتحمل تكاليفها بالكامل سعادة المستشار تركي آل الشيخ رئيس شرف النادي الأهلي والقامة الكبيرة المحبة للنادي الأهلي ولفريقه ولجمهوره، فاحنا بنشكره الحقيقة. الكابتن محمود الخطيب الحقيقة أبلغني بقرار أو بخبر مهم جدا، أعتقد أنه حق جماهير كرة القدم أن هي تعرفه، جمهور النادي الأهلي، أنه ثار كلام كثير جدا حول صفقة صلاح محسن. الحقيقة أنه مجلس الإدارة بعد ما اعتمد هذه الصفقة أنه معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو رئيس شرف النادي الأهلي الذي نحمل له كل ود وتقدير واحترام، وهو أحد يعني داعمي النادي الكبار، قرر أن يتحمل بالكامل صفقة صلاح محسن، وأنه مجلس الإدارة الحقيقة طبعا وافق على هذا الكلام على الفور، وتوجه به خالص الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ. وده مش جديد الحقيقة عليه، حضراتكم عارفين أنه طول الفترة الماضية كان في دعم كبير من معالي المستشار تركي فيما يتعلق باستقدام فريق أتلتيكو مدريد، بالمساعدة في إعارة اللاعبين المصريين إلى الدوري السعودي، الأمر اللي عاد بالفايدة الفنية والمالية على اللاعبين وعلى الأندية زي ما قلنا لحضراتكم.
كان في كمان يعني دعم لمنشآت النادي بمبلغ مالي كبير، إضافة إلى أنه بيلعب دور كبير مع المستثمرين من أجل إنشاء مدينة الأهلي الحقيقة الرياضية اللي هي بتعد مشروع القرن. والحقيقة أنه كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة يعني بيثنوا على هذا الموقف وبيثمنوه، وإن شاء الله هيكون في تفاصيل أكتر سيعلنها رئيس مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيب فيما يتعلق بهذا التعاون خلال مؤتمر صحفي قريب جدا سنعلن فيه عن تطوير المنشآت وما يتعلق بالاستاد الجديد. فصفقة صلاح محسن سيتحمل تكاليفها بالكامل سعادة المستشار تركي آل الشيخ رئيس شرف النادي الأهلي والقامة الكبيرة المحبة للنادي الأهلي ولفريقه ولجمهوره، فاحنا بنشكره الحقيقة. غادرت القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في 5 مساء اليوم متوجهة إلى السعودية للمشاركة في مهرجان اعتزال النجم السعودي السابق فؤاد أنور. وتقيم البعثة في الرياض على أن يخوض الفريق مباراة ودية غدا مع نجوم الدوري السعودي في 7 مساء بتوقيت القاهرة على استاد الأمير فيصل المعروف بملعب الملز. خاض اللاعبون المستبعدون من السفر مع الفريق إلى السعودية مرانا قويا صباح اليوم، وشارك في المران كل من حسام غالي لأول مرة بعد عودته رسميا، وأحمد فتحي، وليد سليمان، النيجيري جونيور أجايي، محمد الشناوي، التونسي علي معلول، عمرو السلية، وصلاح محسن، ومحمود الجزار. خاض كل من مروان محسن وحسام عاشور وعبد الله السعيد واحمد حمدي مرانا خاصا في الجيم اليوم الخميس على هامش مران الفريق الصباحي، وادى الرباعي تدريبات تاهيليه في ظل غيابهم عن السفر مع الفريق الى السعوديه لخوض مباراه الفريق الوديه امام منتخب انديه المحترفين السعودي في اعتزال فؤاد انور. حصل الثنائي سعد سمير ورامي ربيع لاعبا نادي الأهلي على راحة سلبية من مران اليوم الخميس والذي أقيم على استاد مختار التتش في فرع النادي بالجزيرة، وكان الجهاز الطبي قد منحهما راحة بسبب شكوى سعد من الإصابة في العضلة الخلفية، بينما يعاني ربيع من الإصابة في العضلة الضامة، ومن المنتظر أن يسافر ربيع إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية والمباريات. قال عماد متعب مهاجم فريق التعاون السعودي أنه يركز حاليا مع فريقه ببطولة الدوري للوصول لأفضل مركز في جدول المسابقة، حيث يحتل التعاون المركز السابع برصيد 24 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن بالدوري السعودي. وعن عودة حسام غالي إلى الأهلي علق متعب قائلا: غالي إضافة لأي فريق، وأتمنى أن يساهم في المشاركة في حصد المزيد من البطولات. وأضاف: طبيعي أن أتمنى العودة للأهلي مرة أخرى، ولكن وفقا لرؤية الجهاز الفني وهو ما يتحدد عقب نهاية الموسم الجاري. كما بارك متعب للاعب الصاعد صلاح محسن على انضمامه للأهلي، مؤكدا أنه لاعب مميز وقوي وسيكون إضافة قوية ويمثل قوة كبيرة للفريق في الفترة المقبلة.
قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أن رامي صبري مدافع الفريق له قيمة كبيرة في النادي، وكان من الصعب التفريط فيه في فترة الانتقالات الشتوية المنقضية. وأضاف عبد الناصر أن اللاعب يعد من الأعمدة الأساسية للفريق ويقدرون رغبته في الانتقال إلى النادي الأهلي، موضحا أن اللاعب حصل على وعد من رئيس نادي إنبي بتحقيق رغبته، ولكن مع نهاية الموسم دون التعقيد في الأمور المالية لتسهيل إتمام الصفقة. وإلى أخبار قطاع الناشئين بالنادي، حيث فاز فريق النادي الأهلي لكرة القدم مواليد 2002 على فريق طوخ بثمانية أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ظهر اليوم. وأقيمت المباراة على ملعب طوخ في 2:30 ظهر اليوم، وأحرز الأهداف معتصم محمد وجلال أحمد بواقع هدفين لكل منهما، فيما سجل كل من أحمد عرابي، أحمد سيد عبد النبي، علي عمرو، أحمد سيد غريب هدفا واحدا. يلتقي في 2:30 من ظهر غد فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2001 مع فريق الإنتاج الحربي في مباريات الفريق عقب استئناف بطولة الجمهورية. وقد توقفت البطولة لفترة بسبب أداء اللاعبين امتحانات نصف العام، بينما يتصدر الأهلي جدول البطولة برصيد 51 نقطة وبفارق 9 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة. والآن فاصل قصير ونستأنف نشرتنا الإخبارية، ابقوا معنا.